رويال بانك أوف سكوتلاند قال إنه يتوقع تسوية مع السلطات الأمريكية التي ستحقق في مزاعم التلاعب في صرف العملات الأجنبية في الأسابيع المقبلة، حيث سيخصص نحو 515 مليون دولار لتغطية التكاليف. البنك الذي قال إنه في مرحلة مفاوضات متقدمة لتسوية المسألة كان قد غرم ب 643 مليون دولار من قبل المنظمين البريطانيين والأمريكيين في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مع ست من مؤسسات دفعت مجتمعة جزاء وقدره 4 مليارات و300 مليون دولار لفشلها في وقف التجار عن السعي إلى التلاعب في أسواق العملات.